صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا من خلال هذا اللقاء الصباحي اللي كيجمعنا بكم مستمعينا في برنامج المرأة الطفل والأسرة ومع فقرات متنوعة كلها إفادة إن شاء الله. اليوم من خلال شهوات لالا مولاتي غادي تشارك معنا المستمعة الوفية جدا للبرنامج اختصاصية فن الطبخ والحلويات مليكة من تيزنيت، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات المميزة جدا واللي غادي يعجبوكم بزاف. يعني بعثت لي بصور ديالهم مميزين وغادي يعجبوكم، الطريقه ديالهم سهله كيف ما عودتنا دائما لالا مليكه، ونتمنى انكم تكونوا في الاستماع وتسجلوهم. غادي نمشيو كذلك نتعرفوا على المستمعات المشاركات معنا في المسابقات واللي كيمنحوكم كل شهر الفوز بهدايا من ذهب، واليوم غادي يتم اختيار المستمعه المحدوده اللي غادي تفوز معنا بطاقم ديال الذهب، وكنتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. غتحضر معنا اليوم كذلك الدكتوره حسن عزمي اخصائيه في امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري. اليوم غادي نتكلموا على التهاب المفاصل، يعني هذاك المفاصل ديالنا اللي كيضرونا في الوقيته ديال البرد. غادي نتعرفوا على شنو هو بالضبط التهاب المفاصل، غادي نتعرفوا على الاعراض، الفرق بين التهاب المفاصل والامراض اللي كيتشابهوا وغيره من التساؤلات اللي غادي تجاوب عليها. مشكوره جدا الدكتوره حسنة عزمي اخصائيه في امراض العظام المفاصل والعمود الفقري، فمرحبا الى عندكم اي تساؤلات فيما كيتعلق بموضوعنا التهاب المفاصل، تواصلوا معنا ومع الدكتوره ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. كنجدو الترحاب والتحيه الصباحيه على كل مستمعينا الاوفياء وخاصه العاد التحقوا بنا اللحظه، وغادي نمشيو مباشره لشيوات لالا مولاتي عند المستمعه اختصاصيه فن الطبخ والحلويات مليكه من تيزنيت. صباح الخير لا مليكه. صباح النور سناء. لاباس عليك، صبحتي؟ لاباس الحمد لله، كي دايره انت؟ الحمد لله. تحياتي لك كبيره بزاف، وتحياتي للطاقم ميد راديو كامل، والله يدخل عليكم هذه السنه الجديده بالصحه والسلامه، وتحياتي للمستمعين كاملين. مرحبا بسلامة كيوصل، وشكرا لك بزاف، وسنة سعيدة إن شاء الله على كل أوفياء أنا من داخل وخارج المغرب. صحة وسلامة. إيه نمشيو الاقتراحات. إيه تفضلي. نبدأ بواحد غاتو كلاصي كيجي بومبي بلاموس شوكولا، واحد كلاصاج ميغواغ ساهل. واخا. بالنسبة للجينواز كنحتاجو فيها 4 البيضات، كنضربوهم مع 120 غرام ديال السكر سنيدة. مليكة غادي تسمحي لي إلا سمحتي؟ غادي تزيدي في الصوت ديالك واحد شويه، واخا الصباح هذا غير سمحي لنا. بالنسبه للجينواز فيها 4 البيضات، كنضربهم مع 120 غرام ديال السكر سنيده مع واحد كيس ديال الفاني بالطراب الكهربائي، يعني حتى كيبيض لينا الخليط ويدخل. عاد كنضيف 120 غرام ديال الفرز مخلط مع نص خماره مغربلين، كنغرب لهم جوج خطرات، نبداو نخلطوا المكونات كامله يعني من تحت لفوق باش ما يطيح لينا ديك لاباغاي ديال البيض. كنفرغ هذا الخليط في لاطا مفرشة بابي كويسو، كندخلو للثلاجة الفران عفوا لمدة 10 دقائق، وعندنا واحد الطبقة ديال الكروكوم طبقة مقرمشة فعلا، كنحتاجو ليها 120 غرام ديال البخاليني، 120 غرام ديال الفيتين، 120 غرام ديال الشوكولاط غيش دايب، وكنخلطوا المكونات مع بعضياتهم حتى كيتلبس لينا داك الفيتين بداك الشكلاط بكميات متساويه 120 غرام. 120. وعندنا واحد لاموس شوكولا اللي غنحتاجوا فيها 200 غرام ديال الشوكولاط غيش اسود، 200 غرام ديال الكريمه الخاصه بالطبخ اللي غندوبوا فيها في الشكلاط، وعندنا ثلاثه الوريقات ديال جيلاتين مرطبين في ماء بارد. كناخذوا هذه الكريمه يعني كنسخنوها مزيان حتى كطلع علينا فيها الغليه، عاد كنذوبوا فيها داك الشكلاط مزيان يعني خارج النار. عاد كنضيفوا خارج النار كنضيفوا دوك الوريقات ديال الجيلاتين دي، وكنخليو هذا الخليط يدفى. ايه واخا. عندنا واحد الكريمه اخرى اللي فيها 250 غرام ديال الكريمه السائله اللي كنطلعوها ميمونتي، يعني ما نطلعوهاش بزاف كامله. طلع وكنخلطوها مع هذاك الكناش اللي قدينا، وكنخليو يعني الكناش يكون دافي شويه. ماشي سخون، ونمشيو للمونتاج ان شاء الله. اييه كلشي وجد دابا المونتاج واخا. اييه كناخذ واحد مول بومبي سيداتي السيده اللي ما عندهاش كتستعمل شي بول اللي عندها في الدار ديال البلاستيك، يعني ما يكونش كبير بزاف وما يكونش عاوتاني صغير بزاف. كنلبسوا ليه واحد بلاستيكه او فيلم اليمونتير، وكنفرغ فيه نص الكميه ديال لاموس اللي عندنا،
وندخلوه المجمد واحد شويه غير قبل راسه ونعاود نخرجوه وكنسرحوا عليه ديك الطبقه يعني كنحاول نشدوا ديك الطبقه المقرمشه وكنغطيوه بداك الشيء اللي بقى عندنا ديال لاموس وكنسدوا بالدائره ديال الجينواز اللي كنكونوا مقطعينها على حسب الدوره ديال المول. ايه صافي كنغطيوها وكندخلوها للمجمد ليله كامله ونمشيو نحضروا واحد كلاصاج ميغواغ بمكونات بسيطه وكيجي غزال صراحه كيجي رائع. في كاسرونه كنديروا فيها ربع ديال الحليب مع 100 غرام ديال سنيده. نتبعني سنة. ايه في كاسرونه كندير فيها ربع ديال الحليب مع 100 غرام ديال سنيده جوج اكياس ديال الكاكاو غبره فوق البوطه حتى كيوصل لينا المرحله ديال الغليان. خارج النار كنضيف 120 غرام ديال الشوكولات غيش وكنحركو مزيان مزيان حتى كيذوب لينا داك الشوكولات. عاد كنضيف جوج وريقات ديال الجيلاتين مرطبين في الماء ومعصرين مزيان وكنحركو الخليط ديالنا مزيان حتى كيذوب لينا داك الجيلاتين وكنصفيو هذا الخليط. صافي كنخليوه يدفى شويه كنخرجوا الكاطو ديالنا من المجمد وكنفرغوا هذا الكلاصاج فوق منه يعني الكلاصاج يكون شويه دافي يعني ما نديروش هو سخون. ايه فعلا صافي وكنزينوا من الجناب هكا شويه بشويه ديال الفيتون ومن الفوق انا زينته بليسيركل هكا ديال الشوكولات. هذوك دوائر اييه اها دوائر ديال الشوكولات ديال الدوائر ديال الشوكولات شوف بحال الخوات وحده متكيه على الاخرى. اييه كندوزو عليهم شويه ديال الملمي مزيان كيبقى على حسب الاختيار. فعلا الصحه والراحه كتجي هائله وسهله. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذا بالنسبه للكاطو كلاصي بالشوكولات بلا موس ديال الشوكولات. نمشيو للاقتراح الثاني. الاقتراح الثاني عندي واحد حلوه ديال لاكريم بدون سكر. ما فيها السكر نهائيا فيها غير الحلاوه ديال الفواكه. واخا بالنسبه عندي واحد الكيكه كتجي اسفنجيه فيها اربعه البيضات كبيسه ديال الملح واحد معلقه كبيره ديال الخل واحد معلقه كبيره ديال الماء ياغورت مسوس نص كاس ديال الزيت الكاس ديال العنبه جوج خمارات قشره ديال الحامض او الليمون والطحين الكافي. واخا نعاودوا المقادير لو سمحتي وغير بشويه باش المستمعات يسجلوا. لاله ملكه الله يعطيك الخير. ايه عندنا في هذه الكيكه فيها اربعه البيضات كبيسه ديال الملح واحد معلقه كبيره ديال الخل واحد معلقه كبيره ديال الماء وعندنا ياغورت مسوس وعندنا نص كاس ديال الزيت وعندنا جوج خمارات وعندنا القشره اما ديال الحامض ولا الليمون ولا الليمون وعندنا الطحين الكافي. عندنا لاكريم فيها واحد اطرو ديال الكريمه السائله بدون سكر كنطلعوها وكنزيدوا ليها اي نكهه على حسب الاختيار اللي بغينا وكنخليوها جانبا. ايه وحشنا في واحد اربعه الحبات ديال الفاكهه الكاكي اللي كيكونوا طايبين مزيان ضروري يكونوا تكون طريه مزيان تكونش قاصحه. اي حيت ملي كيكونوا طايبين مزيان يعني تيكون فيهم ديك الحلاوه مزيان وما تيكونش فيهم الماء. واخا كنقطعوهم طريفات وكنديروهم في المجمد غير يجمدوا شويه وكنطحنوهم كنحطوا على واحد الخليط ملح وهذا الكاكي كنخلطوه مع الكريمه هو اللي كيعطينا الحلاوه لهذا لاكريم. كداك وحشتنا في واحد زلافه ديال الفواكه مشكله على حساب الرغبه مقطعين طريفات صغار. انت درتي الكيوي والفريز ياك؟ درت الكيوي درت الفريز درت الكاكي ودرت داك التوت داك الكحل داك. اييه واخا هذاك الشيء شعطى اللوينات ما بين الكحل الخضر يعني الاحمر. وعندنا السيرو عندنا واحد كاس ديال مانداري. وبالنسبه للتزيين كنديروا اما اللوز ايفيلي ولا كاوكا ولا الكركاه اي حاجه مقرمشه. واخا نمشيو للطريقه ديال الكيك. الطريقه مهمه للسيدات الطريقه مزيان باش كتجيهم اسفنجيه. كنضربوا البيض مع الخل والماء والملح وشويه قبيسه ديال الملح مزيان مزيان يعني حتى كيبيض لينا الخليط. عاد كنضيف داك ياغورت مسوس والزيت كنضيفها تدريجيا يعني شويه بشويه. وفي الاخير كنضيف ديك القشره ديال الحامض والطحين مغربل مع الخمارات يعني الطحين كنغربلوه جوج خطرات مع الخمارات عاد كندخلوه في الخليط حتى كنحصلوا على واحد القوام ديال الكيك. صافي كنطيبوها طياب العادي ديال الكيك ومن الاحسن هاد الكيكه يعني نطيبوها ليله قبل باش كتجينا سهله في التقطيع. هي نمشيو للمونتاج ان شاء الله.
كنقطعوا هذاك الكيك ديالنا كما قلت من الاحسن نديروه ليه كامله يعني ليله قبل باش من بعد ملي كنقطعوا كيجينا ساهل في التقطاع. كنقطعوا على حسب الطبقات اللي بغينا. كناخذوا اناء ديال التقديمه وكرتونه الخاصه بالحلويات كنحط الطبقه الاولى كنسقيها بشويه ديال الليمون وندير عليها الطبقات الثانيه وكندير الطبقه ديال الكريم وكنرش اما بشويه ديال من دوك الفواكه هنيت اللي قطعنا ولا شويه ديال المكسرات على حسب السيده. ممكن عاد دير حتى من دوك الفواكه راه كيجيو زوينين هكا. وفوق منها عاوتاني الطبقه الثانيه ونبقى غادا على هذه الطريقه يعني حتى كنكمل الكريم داكشي كاع اللي عندي ديال سميتو ديال الطبقات ولا كريم وصافي كندهنها كامله بالكريمه اللي عندي. وفي الجناب كنرشها مزيان باللوز ايفيلي وكان من الفوق كنزينها بوريضات هكا هي من ديك لاكريم وكنزينها على حساب الرغبه يعني هكا بفواكه مشكله هكا مقطعين طريفات صغار. ايه والمهم التزيين كيبقى على حساب الاختيار. فعلا انت التزيين اللي درتي ليها جا زوين الله يعطيك الصحه. صراحه كتجي غزاله. ايه يعني زينتيها على شكل يعني درتي دوك الكريمه في الجيب الحلواني على شكل وريضات وبقيتي غاده بشكل عمودي وافقي باش يخرج لك الوجه كامل على شكل المثلثات وفيهم فراغات ودوك الفراغات درتي فيهم الفواكه. غير هو التزيين درتي مثلا كيوي في الجهه اليمنيه وقبلت عاوتاني الكيوي فعطى واحد المنظر يعني كيبانوا جوج خضرين يعني جوج حمرين ما بين الفريز وكل كل فاكهه درتيها مقابله مع الاخرى باش كيجي يعني زواق واحد. الله يعطيك الصحه. كتجي صراحه غزاله. اييه وبلا سكر يعني فيها غير الحلاوه ديال الفواكه. اييه واخا. وعندي غنعطيك لي فينونسي بالكركاع. تفضلي. اييه هذاك البلاطو ياك اللي فيه البلاطو ولا فيه البلاطو. اييه اختاريتي لنا لا عرفت يعني ذاك البلاطو ديال فينونسي اختاريتي لنا وحده اللي فيها الكركاع التزيين ديال الكركاعه. واخا. بالنسبه للمقادير فيها 115 غرام ديال بياض البيض كبيسه ديال الملح 95 غرام ديال الزبده نوازيت 80 غرام ديال بودره ديال الكركاع. كناخذوا الكركاع كنسخنوه شويه في الفران وكنطحنوه مزيان وكنعبروا منه 80 غرام. الكركاع مسهد في الفران ومطحون ونهزوا منه 80 غرام. 80 غرام. عندنا 80 غرام ديال سكر كلاسي سبيسيال عندنا 50 غرام ديال الطحين الفرس وعندنا 14 غرام ديال التريمولين وعندنا واحد شويه من النكهه ديال الكركاع. بالنسبه للطريقه تنخلطوا النواشف هما الاولين وكنغرب لهم جوج خطرات عاد كنضيف عليهم بياض البيض اللي كنكونوا غير كنضربوا هكا شويه مع قبيسه ديال الملح كنزيد داك التريمولين والنكهه وفي الاخير كنضيف ديك الزبده يعني تدريجيا شويه بشويه صافي كنغطي هذا الخليط بفيلم اليمونتير وكندخلوا الثلاجه ليله كامله من الاحسن ايبات. كنغطيه عاد كنديروا في جيب حلواني وممكن السيده تقسم الخليط الا بغات وتزيد النكهات اللي بغات. وكتوزع الخليط في قوالب السيليكون يعني باش ياخذوا داك الشكل. نوعيه مزيانه وكندخلهم السيليكون يكون نوعيه مزيانه. وكندخلهم عفوا. تفضلي. وكندخلهم للفران سخون على 150 درجه لمده بين 12 دقيقه حتى ربع ساعه على حسب السيده كل وحده وفرانها. وانا كنتقلهم بواحد اللاطه ملي كندخلهم للفران كنتقلهم بواحد اللاطه باش ما كيجيونيش مبومبيين يعني يجونا مقادين يبقاو مسطحين في الشكل ديالهم. فعلا ما كيتلا. واخا منين يطيبوا كنخليهم حتى كيبردوا مزيان عاد كنديموا ليهم. السيده الا بغات تخليهم هكا راه كتخليهم الا بغات عاوتاني تزينهم بالشوكولات كتشد هذوك الليمون السيليكون تتعاود تغسلهم مزيان تغسلهم مزيان وتنشفهم وتعمرهم شويه ماشي تعمرهم بزاف كدير الشوكولات ولا بات شوكولات يعني دايب نوعيه مزيانه او من الاحسن ديك بات كلاسي كتجي زوينه وكنردو ديك الحبات ديال الفينونسي باش كيتلبسوا لينا بالشوكولات وكنخليهم حتى كيبردوا عاد كنديمو ليهم وكنزينو دوك الحفيرات اما بالكناش او اي حاجه عندنا في الدار. واخا تبارك الله عليك. نمشيو لهذوك الكويرات ديال المكسرات بالشوكولاته وعجبتني الفكره ديال الطحين ديال العدس ياك. اييه
هادو مهمين بالنسبه للوليدات وما يعز عليهم الشكلاط. اللهم ندخلوا اليوم يعني الفوائد ديال العدس. عفوا لنا الطحين ديال العدس صراحه كله بالنسبه للمقادير هادو كويرات يعني صحيين للوليدات فيهم مكسرات والشكلاط والطحين ديال العدس البلدي. مزيان كناخذ نص كيلو ديال العدس البلدي ديال البلاد اللي كيكون احمر شويه والحبه ديالو راها كبيره شويه. كنقيوه ونغسلوه ونحمروه شويه في هذا في المقله. من بعد كنطحنوه مزيان وكنغربلوه. عندنا زلافه ديال المكسرات يعني السيده تستعمل اللي بغات يعني لوز قرقاع بيستاج مهم اللي كان. وكان يكونوا مهرمشين شويه رقاق. وعندنا جوج معالق كبار ديال الزنجلان محمر ومطحون. وعندنا نص كيلو ديال الشكلاط يكون نوعيه مزيانه مذوب. وعندنا الكويغطات. ايه الا بغات بقا تعطيهم اليوم هكا للمدرسه من الاحسن ديرهم في كويغطات. بالنسبه للطريقه نعاود المقادير. ايه الا سمحتي. عندنا نص كيلو ديال العدس البلدي اللي كيكون ديال البلاد يعني كيكون احمر شويه والحبه ديالو كبيره شويه. كنقيوه ونغسلوه مزيان ونحمروه ونطحنوه وكنغربلوه ونخليوه جانبا. وعندنا واحد اللافه كبيره يعني ديال مكسرات فيها لوز قرقاع بيستاش السيده تستعمل داكشي اللي عندها يكونوا مهرمشين رقاق. وعندنا جوج معالق كبارين ديال الزنجلان محمر ومطحون. وعندنا نص كيلو ديال الشكلاط يكون نوعيه مزيانه مذوب. وعندنا الكويغطات. بالنسبه للطريقه تنخلط المكونات كامله مع بعضياتهم ونبدا نجمع بالشكلاط يعني حتى كيتجمع لينا الخليط وكنشكل منهم كويرات ونديرهم في شي نديرهم في كويرتات ونجمعهم في شي بواطه ونحتفظوا بهم في الثلاجه ونبقاو نعطيهم للوليدات هكا يديهم للمدرسه. نهائيا ما غاديش يبان لهم الطحين ديال العدس الا نهائيا فعلا. نهائيا مع داك الشكلاط والمكسرات وراه الله يعطيك الصحه. نفس الطريقه ممكن انه يديروها يعني بالحمص البلدي يعني يعني يكون حتى هو مصهد راه هو كيجي مزيان. دخلوه المستمعات في غريبه فالواحد يعني داك الحمص اللي كيكون يعني محمر يعني اصلا كيكون قاصح اللي كناخذوه يعني من عند مثلا المزرعه ولا هذا يعني ناخذوه الحمص يتصهد ويطحن راه حتى هو كله فوائد. نفس الطريقه الله يعطيك الصحه. نعطيك واحد الطاجين بلدي. هذاك الطاجين ديال الدجاج البلدي ياك بالبصله معسله. درت انا كروازي. درتي الكروازي واخا. اللي بغى يدير البلدي يدير البلدي. اييه مزيين بالعشيشات ديال البصله والبيض ديال السمن. عندنا في المقادير عندنا واحد الفروج بلدي او كروازي على حسب الرغبه منقيو مقطع على اربعه. وهذا الفروج هذا كناخذوه وكنرقدوه في واحد كاس كبير ديال الماء غازي باش كيساعدو يطيب لينا دغيا يعني ما كيشدش لينا الوقت في الطياب. الماء الغازي داك البيض اللي كنهضموا به باش المستمعات يعرفوا. نرقدوه فيه واحد ساعة من بعد نشلوه. كيساعدوا يطيب دغيا. وعندنا جوج حبات ديال البصلة من الأحسن تستعملوا بصلة بيضاء دوائر. وعندنا الشرمولة فاش غنرقدوا هذه الدجاج. عندنا فيها شوية ديال البزار شوية ديال الخرقوم بلدي واحد معلقة كبيرة ديال اللب ديال المصير مقردة. وعندنا شوية ديال الملح وعندنا شوية ديال التحميرة. وعندنا ثلاثة الفصوص ديال الثوم محكوكين. واحد معلقة كبيرة ديال القزبور طري مدقوق. وعندنا شوية ديال السكينجبير وشوية ديال الزعفران حر اللي كنحكوه بين يدينا. وعندنا راس معلقة ديال القرفة. وراس معلقة ديال الكمون. وعندنا واحد نص معلقة ديال الهريسة. السيدات ما يخافوش من الهريسة راه ما كتجيش حر نهائيا. واخا. وعندنا شوية ديال السمن. وعندنا واحد كاس ديال الاركان اللي عندها زيت اركان اللي ما عندهاش دير زيت بلديه. نعاود المقادير ولا مش الشرموله واخا نعاودوهم. بالنسبه للشرموله قلتي لنا الابزار في العطريه. الشرموله عندنا فيها ابزار خرقوم بلدي واحد معلقه كبيره ديال اللب ديال المصير مقرد شويه ديال الملح وشويه ديال التحميره ثلاثه الفصوص ديال الثوم محكوكين واحد معلقه كبيره ديال القزبور طري مقرد رقيق شويه ديال السكينجبير شويه ديال الزعفران حور اللي كنكونوا حكينا هكا بين يدينا راس معلقه ديال القرفه وراس معلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال الهريسه راه ما كتجيش حاره نهائيا وشويه ديال السمن الحار وكاس ديال الزيت اركان او الزيت بلديه. بالنسبه للتزيين عندنا اربعه
الحبات ديال البصله، احسن تستعملوا البصله البيضاء اللي كنقطعوها شنايف اللي غنعسلوها من بعد، عندنا بيض ديال السمن. ايه بالنسبه للطريقه، تناخذ واحد البول كندير فيه جميع العناصر اللي ذكرت، يعني الشرموله الا ديك الزيت، كنزيد عليها شويه ديال الماء وكنشرملو به ديك القطع ديال الدجاج ديالنا، ومن الاحسن نخليوه ليله كامله، يعني الا ما كانش الا عندنا الوقت ما عندناش نخليوه واحد ساعتين بحال هكا. صافي كندير كناخذوا الطاجين ديالنا، كنديروا دوك ديك البصله اللي قطعنا دوائر هي الاولى، وكنصطفوا القطع ديالنا ديال الدجاج فوق فوق الطاجين. صافي وكنردوه يطيب، كنزيدوا غير شويه ديال الماء، ما نكثروش الماء. صافي وكنديروا على نار مهيله يعني حتى لنص طياب، عاد كنخويو عليه داك الكاس ديال الزيت. ومنين كيطيب لينا، انا كنبغيه محمر شويه، كناخذو كنحيدو يعني من الطاجين، نديرو في الشيلاطه وكندهنو بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال السمن مخلطه مع التحميره، وكندخلو للفران يتحمر، يعني ياخذ لنا داك اللون المحمر. صافي وكنعاود عاود ثاني نردو للطاجين. باش نعسلو الطريقه باش نعسلو البصله، كناخذ واحد طنجره تكون ثقيله، كندير فيها ديك البصله شنايف، كنديها ونجيبها حتى كتنشف، يعني ما كنديرو ليها حتى حاجه، هي بوحدها تشحر. هي كنديوها نجيبها حتى كتلق لينا داك الماء، يعني تجي ناشفه، عاد كنضيفو ليها معلقه كبيره ديال الزبده وقبيسه ديال الملح وشويه ديال القرفه وجوج معالق ديال السكر سنيده، واحد الحبه ديال دوك النجيمات ديال الباديانا، حتى كتعطي واحد اللوكم مزيان البصله معسله. صافي ملي تعسل لينا البصله مزيان، كناخذوا هذاك الدجاج ديالنا منين كيطيب، كناخذوا هاد العشيشه هاد البصله هادي، كنديروها في داك المول ديال لي مادلين. اييه كنديرهم في هذوك ليمون، وكندير لهم واحد الحفيره من الوسط، وكنخوي فيه داك البيض ديال السمن، وكندخلهم الفران غير يشد، وداك المول ضروري هذا نفرشوا ليه ورق الطهي باش ما تلصقش لينا ديك البصله. صافي وكنهرس فيها داك البيض، يعني وحده بوحده، وكندخلهم الفران غير يتجمع داك البيض. اييه من بعد كنزين به داك الدجاج ديالي من الفوق. وصافي الله يعطيك الصحه، فعلا جا منظر زوين تبارك الله عليك، وشكل جديد بالنسبه لهذيك بيضه السمن. كيفاش درتيها فوق دوك العشيشات البصله؟ نعطيك باقي الوقت، نعطيك عطينا البديل ديال الفرماج موتزاريلا. البديل صراحه كيجي غزال وكيجي معلك بحال الا بحال، المهم بحال نيت الفرماج موتزاريلا. مزيان. عندنا ربعه ديال بالنسبه للمقادير، عندنا ربعه ديال الملوخيه تكون منقيه، ربعه ديال الملوخيه اييه تكون نقيه وتكون طريه. عندنا نص لتر ديال الحليب. عندنا كاس صغير ديال الزبده دايبه، يعني ديال الماكله تستعملوا الزبده مزيانه. كاس صغير ديال النشا، وعندنا شويه ديال الملح. وعندنا ثلاثه الفرماجات مثلتين، وعندنا 100 غرام ديال الفرماج. مهم هذا الفرماج هذا كنحكوه في الجهه الرقيقه ديال الحكاكه، والسيده تستعمل اي نوع ديال الفرماج. مهم يكون قاصح بحال الفرماج حمار وهذا، ولا اي ولا كريمي يكون قاصح، ولا كان داك الشيدر احسن كيكون لوغو ديالو شويه قوي. اي مزيان. نعاود اي تفضلي. عندنا ربعه ديال الملوخيه اللي كنكونوا نقيناها وتكون طريه، وعندنا نص لتر ديال الحليب، عندنا كاس صغير ديال الزبده دايبه يعني ديال الماكله، وعندنا كاس صغير ديال النشا، وعندنا شويه ديال الملح، وعندنا ثلاثه الفرماجات مثلتين، وعندنا 100 غرام ديال الفرماج، يعني هذا الفرماج كنحكوه رقيق في الجهه الرقيقه ديال الحكاكه، والسيده تستعمل اي نوع بغاتي، الا كان هذاك الشيدر داك النوع ديال الشيدر تيكون مزيان. واخا نمشيو للطريقه، كناخذ هذيك الملوخيه كنديرها في شي اناء، وكنخوي عليها الحليب، يعني وكنخليها واحد ساعه، هذيك الملوخيه كتلق لينا داك الجيلاتين ديالها في الحليب. صافي من بعد حتى كتلق لينا نخليوها ساعه، من بعد كيبان لينا هذاك الحليب بحال الا درنا فيه جيلاتين. صافي كنسخيو الخليط. مزيان. وكناخذوا هاد الحليب كنطحنوا في الخلاط مع باقي العناصر اللي ذكرت، وكنصبوه في كاسرونه يعني فوق النار مهيله مع التحريك المستمر، حتى كيبان لينا الخليط
راه كيعقد يعني راه كيبان من ديك الساعه ملي كتحركوا السيده راه كيبان لي هذوك الخيوط ديال المبزارين. اييه يعني بديك هذاك الملوك الماء ديالها ديك العصاره اللي تلقات. لا راه ما كنستعملوش الملوخيه. لا عرفت يعني كنستعملوا غير داك الحليب اللي كنصفيوه. ولكن كيكون طلق فيها يعني داك الملوخيه تلقات هذاك الشيء ديالها ياك داك الماده اللزيجه اللي فيها داك اييه هي اللي كتعطيني الفرماج هذاك التعليكه اللي كنشوفوا في المتزارين. واخا واش مفهومه ولا نعاود؟ واخا عاودي للمستمعات الله يجازيك بخير تفضلي. اي بالنسبه للطريقه تناخذ ديك ديال الفرماج موتزاريلا. اي نعاود من المقادير ولا غير الطريقه؟ لا الطريقه انا هي ربما تكون مستمعه يلاه سمعتنا تعرفنا علاش كنهضروا تسمع الملوخيه غتمشي لشي طاجين اللهم نقول لها راه فرماج موتزاريلا كيفاش ممكن نحضروا في الدار. هذا بديل ديال الفرماج موتزاريلا. الملوخيه كيجي معلك وتيطلق لينا داك داك الخيط داك الخيوط اللي كيكونوا في الموتزاريلا. عندنا ربع ديال الملوخيه تتكون منقيه وتكون طريه. عندنا نص لتر ديال الحليب وعندنا كاس صغير ديال الزبده دايبه يعني ديال الماكله وعندنا كاس صغير ديال النشا. اييه عندنا شويه ديال الملح وعندنا ثلاثه الفرماجات مثلتين وعندنا 100 غرام ديال الفرماج اللي تيكون قاصح يعني محكوك من جهه رقيقه. الا كان متوفر هذاك النوع ديال السيدر عند السيده من الاحسن تستعملوا. واخا بالنسبه للطريقه تناخذ ديك الملوخيه كنديرها في شي اناء كنخوي عليها داك الحليب وكنخليها واحد ساعه. من بعد غتبان لينا ديك الملوخيه ما يحتاجش نقطعوها مثلا نحيدوا لها غير داك الطريبيش ديال نحيدوا لها ديك الحروشيه ونتنقى من داك التراب وداك الشيء. صافي الغرض ديالنا هو انها كتطلق لينا داك ديك الماده اللي فيها في داك الحليب. اييه ملوخيه مع الحليب. اييه من بعد كيبان لينا داك الحليب بحال الا فيه الا درنا فيه دوك الوريقات ديال الجيلاتين صافي كنصفيو يعني كنحيدوا الملوخيه. كناخذوا هذاك الحليب بوحدو هو اللي كنديروه في الخلاط وكنطحنوه مع باقي العناصر اللي ذكرت. صافي كنديروه في كاسرونه فوق العافيه مهيله وحنا مع التحريك المستمر يعني السيده بقات تحرك تحرك راه ديك الساعه كيبان ليها نيت هذاك الخليط كيعقد بحال هو كيعطي هذوك الخيوط نيت ديال المدار. يعني ملي نطحنوا هادشي كله نرجعوه فوق العافيه مهيله ونحركوا يعني حتى كيبدا يتقى لينا والسيده راه كيبان ليها صافي راه تقال. صافي كتاخذ شي بواطه وكديرو كتخويه فيه وكديرو في الثلاجه يعني حتى غير الثلاجه يعني حتى كيقبض في راسو. من بعد كتحيدو وكتقطعو وكتحتفظ به في المجمد. يعني دير طريفات وقت ما بغاتي دير شي هو ولا سميتو كتخرج. وفعلا يعني وفيه فائده كبيره لانه فيه ديك الملوخيه وتا هي عندها فوائد. تبارك الله عليك. كيجي صراحه زوين بحال نيت هذاك سميتو موتزاريلا كيطلق هذوك الخيوط. وكنظن انه هاد المكونات كلهم دابا راه كاينين في كل دار يعني ممكن انه السيده فين ما كانت انه دير الموتزاريلا وتستافد منها لا سواء هكا في طريفات مع شلاده ولا هكا مع البيتزا ولا اي حاجه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الا مليكه. نزيد واحد الاقتراح واخا شنو غتضيفي لنا؟ غندير لك معلكه بالكوك حيت طلبوا واخا عطيتيني جوج الانواع ديال الغريبه ياك. اي انا عطيت هذه ديال الكوكو السميده بالنكهه ديال الليمون. يلا هذه المعلكه بالكوكو السميده بالنكهه ديال الليمون صراحه كتصدق في اول تجربه وجربوها بزاف البنات وصدقات لهم. بالنسبه للمقادير عندنا ثلاثه البيضات كبيسه ديال الملح وكاس ديال الزيت كاس مع مرش ديال السنيده من الاحسن تستعملوا ديك السنيده رقيقه وواحد معلقه كبيره ديال قشور مانتارين ولا الليمون واحد معلقه ديال معلقه صغيره ديال النكهه ديال الليمون. وعندنا جوج معالق كبارين ديال مربى جاري ديال المشماش. عندنا واحد الخماره وعندنا ربعه ديال السميده رقيقه كنخلطوها مع ربعه ديال الكوك. ضروري هذا الكوك يكون نوعيه مزيانه يعني ميدم وكنخليوها جانبا. وعندنا سكر كلاسي سبيسيال. بالنسبه للطريقه كنخلطوا البيض مع قبيسه ديال الملح والسني ديال يعني مزيان ديروا في الخلاط نخلطوهم مزيان عاد كنضيف الزيت يعني كنضيف الزيت تدريجيا يعني شويه شويه. اييه عاد صافي كنخوي الخليط ديالي في شي بول كنزيد ليه المكونات كامله ونبداو ندخلوا ديك السميده مخلطه مع الكوك شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط يعني كيلصق لينا في يدينا وميمطو كيتكور يعني كيتكور لينا. صافي كنغطيو وكنزيدوا ديك الخماره هي في الاخر كنزيدوا ديك الخماره نغطيو الخليط ديالنا واحد شويه عاد نبداو نشكلوا كويرات ديالنا وكنفندوهم في يعني كنفندوهم في سكر كلاسي
يعني نفندوهم مزيان حتى كيتلبسوا لينا مزيان بسكر كلاصي. وكنصطفوهم في اللاطا نفرشها بورق الطهي وكنطيبوهم في الفران، يعني كندير له بالبهله. اييه يعني لتحت كتشقق ومن بعد حتى كتشقق لينا وكنحيدوها ونعاود نطيبوها من التحت غير. واخا وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، هذه مع الكب الكوكو السميدة والمذاق ديال الليمون. الله يعطيك الصحة. وللأسف غير ما بقاش لنا الوقت، راه تبارك الله ديك المعلكة ديال الكركاع راه جات كفنا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. إن شاء الله. لأنه إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله إلا كتبوا يعني وقبت لك الخط إن شاء الله قدمي لنا، لأنه بغيت المستمعات أنا عجبتني في الصورة بزاف. الله يعطيك الصحة. والله إلا كتبغي تخرجيها من التصويرة تاكليها تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحة. يعني جات مشقة بزاف والتزيين ديالها بداك السكر كلاصي يعني باينة، ونبغي المستمعات إن شاء الله أنهم يجربوا هذه الغريبة ديال الكركاع اللي غتعطينا مليكة إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف مليكة من تيزني تختص فن طبخ الحلويات على كل هذه الاقتراحات. اقتراحات يعني صراحه كيف ما عودتنا للملكه هو انه دائما كتختار اقتراحات اللي كتفكر يعني لجميع الناس على اساس انه يكونوا سهلين مبسطين اقتصاديين، اللي تياكل الحلاوه اللي ما تياكلش الحلاوه. فدائما ملي كتجي طلبات على اقتراحات اللي ناقصين من الحلاوه او لا ما فيهم السكر، يعني اول مستمعه كطيح ليا في البال هي ملكه من تيزنيت. الو ساره. الو السلام عليكم. سارة الخو من فاس، مرحبا بك معنا ومرحبا بالمشاركة ديالك. الله يبارك فيك اختي سنة. الله يخليك، بارك الله فيك. غادي تقدمي المستمعات بيتزا سائلة ياك؟ واخا اختي سنة. يلا تفضلي يا سارة. نبداو بالمقادير. اييه. جوج بيضات. نص كاس ديال الزيت. اييه. كاس معامر ديال الحليب سائل. خمارة واحدة ديال. اييه. معلقة ديال الزعتر محكوكة. وكاس ديال الدقيق وشويه ديال الملح. اييه. نخلطوا المقادير كامله في الخلاط الكهربائي، ثم نخويوه السلطه ديال الفرن مفروشه بورق فلفل رومي. نسخنوا الفرن على درجه حراره 180 درجه، ثم ندخلوها طيب نص طيبه. اييه. كنخرجوها السيدات كل واحد كيدير على الفوق ديالو. اييه. نديرو صوص طوماط، انا درت صوص طوماط، درت بصله محشره، درت شويه ديال الفلفله محشره حتى هي. اييه. درت شويه ديال الدجاج، كشتة ديال الدجاج حتى هي محشره، وكنحطها فوقها وكندير كنحط شويه ديال الفرماج وكنولي ندخلها طيب عاوتاني. الله يعطيك الصحة. بيتزا سائلة طريقة ديالها سهلة تبارك الله عليك سارة الخو. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لمولاتي، نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من خلال فقراتنا المتنوعه. واليوم كتحضر معنا الدكتوره حسن عزمي، اخصائيه في امراض العظام المفاصل والعمود الفقري. اهلا بك دكتوره حسن. صباح الخير على سناء. مرحبا بك معنا، اول حضور لك من خلال برنامج لمولاتي على ميد راديو، واكيد ان شاء الله يكونوا حلقات نسقهم مع بعض باش نفيدوا المستمعات والمستمعين فيما كيتعلق يعني بامراض المفاصل ويعني والعمود الفقري والعظام، لانه كتجي تساؤلات كثيره على هاد الصعوبات المرضيه. اليوم بغينا نبداو ونتكلموا على التهاب المفاصل، فتنعرفوا لانه في بدايه يعني فصل الشتاء ومع هذا البرد دائما الشخص رجال ونساء كيحسوا بالمفاصل ديالهم كيضرهم، و تيقول لك راه يعني كنحسوا بالمفاصل ديالنا كيضرونا راه مع البروده مع هذا البرد ديال 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 الشتاء. فاليوم نبغيو نصحوا المفاهيم، واش ملي كنتكلموا على التهاب المفاصل هو اللي كيقولوا ليه بالعاميه يعني البروده، ولا هشاشه العظام، ولا امراض اخرى مرتبطه بهذا التهاب المفاصل؟ الو مزيان، يعني هذا اختيار ديالك لسناء، اختاريتي اننا نتكلموا على هذا الموضوع. سي فغي كاين يعني بزاف ديال الاغلاط، الناس ما واضحاش عندهم الامور. هذه الكلمه نتاع البروده اصلا اللي تنقولوا واللي تنستعملوا عامه هي في الحقيقه ما عندها حتى شي معنى. فهمتي؟ بروده عندها علاقه مع البرد، ايه، ولكن ماشي هو البرد اللي كيكون السبب ديال سبب مباشر
ديال التهاب مثلا المفاصل فهمتي كيمكن هو يفيق علينا التهاب المفاصل داك البرد فوالا يعني انخفاض درجه الحراره ولا الاحتراق دابا هاد الساعه راه باقي مازال ما بردش الحال مزيان ولكن كيمكن يفيق علينا الحريق ما كيكونش هو السبب الرئيسي الوغ هاد الالتهاب نتاع المفاصل هو عنده واحد العدد ديال الاسباب يعني عندنا واحد العدد ديال الامراض اللي هي كتخص المفاصل كيمكن تظهر بالتهاب في المفاصل الوغ هاد الالتهاب اشنا هو بحد ذاته هو كيبان بواحد الانتفاخ يعني داك المفصل كيف ما كان يعني كيمكن يقيس الصباع ديال اليدين او البواني او المرفق او الركبي او الصباع ديال الرجلين فين ما كان هذا المفصل الا كان عندنا واحد المرض اللي هو تيظهر بالتهاب كيتنفخ عندنا داك المفصل الوغ كيمكن ماشي يتنفخ واحد يمكن تنفخو جوج ثلاثه اربعه على حسب وهذاك الانتفاخ ولا بدا تيكون معاه الم طبيعه الحال فهمتي ما يمكنش يكون عندنا مفصل منفوخ بلا الم هذه ما كايناش الوغ هذاك الالم عنده واحد الخاصيه هذا الالم ما تيظهرش عندنا في النهار وفي الحركه ومنين الواحد تيمشي ويجي ويشتغل ويطلع وينزل في الدروج لا هذه ماشي هي الخاصيه ديال الالم ديال التهاب المفاصل لا هنا منين غنميزو فوالا الوغ هذا الالم فوقاش تيكون تيكون في الليل يعني الواحد ملي كيكون مرتاح بالعكس يعني ما بقات لا حركه لا والو وجاي يتكى ويرتاح ديك الساعات تيحس بالالم وهذاك الالم كيطول في الليل كيمكن الا كانت النسبه يعني ديال التهاب مرتفعه ديك الالم غادي يمكن يخليه بلا نعاس في الليل غادي يمكن عاود الواحد ينعس ويفيقوا في الليل يكون في حرق قوي تماما يعني كدي ديك الغمضه في الاول ولكن من بعد كيعاود اكزاكتومون يفيق يمكن يفيق نوبه جوج ثلاثه الخطرات وحاجه اخرى عاوتاني اللي هي كتميز هذا الالتهاب ديال المفاصل هو الفياق في الصباح يعني الواحد ملي تيفيق في الصباح تيحس براسو كيف ما تيقولوا الناس اللي هما يعني كيعانيوا من هاد الامراض تيقول لك راني تنصبح مشكرف أيه كيحس بالمفاصل ديالو مشكرفين عليه مزير ما قادرش ينوض ولا يوقف ولا يدير شي حركه داكشي وشحال ملي كتسولو شحال ديال الوقت خاصك باش يتسرحوا عليك المفاصل تيقول لك اكثر من الساعه بعدا كاين اللي تيقول لك ساعه كاين اللي يقول لك ساعه ونص كاين اللي تيقول لك نص النهار نتاع الصباح كله دونك على حسب يعني الالتهاب اللي هو كاين في حد ذاته حاجه اخرى عاوتاني هاد الالتهاب اللي تنتكلموا عليه اما يمكن يقيس المفاصل اللي هي بعيده من العمود الفقري اللي تكلمنا عليها اللي يدين المرافق داكشي ياك اولا يخص التهاب ديال العمود الفقري اولا يكون بجوج يعني كاين بعض الامراض اللي الواحد تيعاني بالتهاب في هاد جوج الاماكن في الظهر وفي المفاصل اللي هي بعيده من العمود الفقري يعني كيف ما ذكرتي يعني نقاط مهمه جدا باش نميزوا هذا التهاب المفاصل اللي كيف ما قلتي لنا ربما غير كيفيق علينا الحريق في هذه الوقيته اللي كتكون درجه الحراره منخفضه وتيكون البرد بالنسبه ذكرتي يعني من بين الاسباب كيكونوا امراض اللي كتعطينا هذا التهاب المفاصل نذكروا مثلا هذه الامراض اللي ممكن انه تسبب لنا في التهاب المفاصل الوغ هي هذه الامراض متعدده وكاين بعض الامراض اللي هي كتخص بزاف النساء هما اللي معنيين بالامر اكثر من الرجال وكاين بعض الامراض اللي هي كتخص الرجال اكثر فهمتي على حسب الوغ نعطيك مثلا مثال ديال لا بولي ارتريت روماتويد اللي هو التهاب المفاصل الروماتويدي هذا كيخص بزاف النساء مثلا نعطيك مثال مثلا ديال لي سبونديلارتروباتي هذا واحد النوع نتاع روماتيزم ديال التهاب ديال المفاصل كيخص اكثر الرجال مثلا ولكن هادشي ما كيعنيش انه هذا الالتهاب المفاصل الروماتويدي ما غاديش نشوفوه نهائيا عند الرجال لا كاينين حالات اللي قليله مقارنه مع النساء مثلا عاوتاني نفس الشيء اللي عطيتك ديال سبونديلارتروباتي اللي قلنا كتقيس بزاف الرجال لا يعني اننا ما غاديش نشوفوه عند النساء فهمتي غادي يكونوا حالات بطبيعه الحال كاينين انواع اخرى لو لوبوس مثلا حتى هو كيخص بزاف النساء
كاين سميتو لو سيندروم دو غوجرون، يعني كاين واحد العدد. وإلا سمحتي لي لا سناء غادي نغتنم الفرصه باش نفسرو بعدا هاد الكلمه ديال روماتيزم، لان هي عاوتاني فهمتي بزاف الناس ما تيعرفوش بالضبط اشنا هي معنيتها هاد الكلمه هادي. الروماتيزم هي بحال خدينا واحد الساك، داك الساك خاوي، غادي بيان سور الساك غادي يمكن لك تعمريه بشحال من حاجه، غديري فيه ستيلو، غديري فيه ورقه، غادي ديري فيه كذا كذا كذا. الوغ الروماتيزم هاد الكلمه اشنو كتعني؟ وقت ما عندنا مشكل في مفصل غادي نسميه روماتيزم، عندنا مشكل في العظم، وذكرتي قبيله هشاشه العظام، هذا مرض تيخص العظام ما تيخصش المفاصل، هذا نوع نتاع روماتيزم. عندنا مشكل نتاع عصبه فيها التهاب اولا تمزقات، هذا نوع نتاع الروماتيزم. عندنا مشكل ديال العضله، عندي فيها واحد التشنج اولا عندي كاريمون واحد التمزيقه في العضله، هذا نوع نتاع الروماتيزم. دونك هي واحد الكلمه كتشمل بزاف، كتشمل كلشي فعلا. كنسمعوا راه يعني عنده مشكل في المفاصل يعني التهاب مفاصل، كنسمعوا البروده، كنسمعوا هشاشه العظام، وكنسمعوا الروماتيزم. يعني فعلا داكشي علاش ان شاء الله غادي نديروا حلقات باش نزيدوا نميزوا ونفصلوا كل مرض على حده، يعني الروماتيزم بوحدو، التهاب المفاصل بوحدو، هشاشه العظام بوحدو. بالنسبه لجوج ديال النقاط كنتكلموا مثلا اليوم على التهاب المفاصل، واش غالبيه الامراض مثلا كنتكلموا على الجانب الوراثي من جهه، وكنتكلموا على المشكل ديال السمنه، بغينا نشوفوا هاد النقاط بجوج واش عندهم علاقه ولا ممكن يعطيونا التهاب المفاصل. الوغ هاد الشيء غادي يعني جعلنا اننا نتكلموا على الاسباب ديال هاد الامراض اللي تكلمنا عليها. الوغ كاين العامل الوراثي بطبيعه الحال مهم بزاف، بحيث دائما تنسولوا الواحد منين تيجي بالتهاب المفاصل تنقولوا له واش عندك شي حد في العائله اللي هو كيعاني بنفس المشكل، لان هذا العامل الوراثي يعني تيلعب دور. يعني ملي تيكون عندك شي واحد من العائله كيعاني من هذا المرض، ايوا الناس اللي من عائلته عندهم واحد نسبه كثيره باش يظهر عندهم هذا المرض هذا. كاين حاجه اخرى اللي ما عندهاش علاقة مع الوراثة، مي عندها علاقة مثلا مع شي شوك، يعني شي واحد عاش شي حاجة اللي هي صعيبة، إما توفى له شي حد قريب ليه أو لو وقع له شي مشكل، فوالا شي صدمة كيمكن تكون هي السبب اللي جعلت أنه داك المرض ديال التهاب المفاصل يبان. حاجه اخرى بون الدراسات راه مازال كدار وكلشي، يعني باقي مازال ما عندناش نقولوا تفسير كامل وشامل بالنسبه لهذا الشيء. كاين بعض الفيروسات صابوا بانه بعض الفيروسات كيكونوا هما يعني دخلوا لنا الجسم ديالنا، ومع المده ومن بعد جعلوا انه التهاب المفاصل يظهر عندنا. حاجه اخرى عاوتاني اللي تكلمتي لي عليها وهي السمنه ياك. الوغ هي السمنه بالنسبه لالتهاب المفاصل ما كايناش علاقه مباشره، هي كتاثر على حوايج اخرين، كتاثر على مرض ديال الغضروف مثلا، غادي يمكن لينا نتكلموا عليه، نديروا عليه حلقه ان شاء الله مثلا. يعني لا تكلمنا على السمنه ما عندوش علاقه بالتهاب المفاصل بالتحديد، عنده بامور اخرى. بالنسبه للاعراض عطيتي يعني الحاجه اللي كتميز هذا التهاب المفاصل، وانه الشخص يعني الحريق كيكون في الليل، بانه كيفيق الصباح ما تيقدرش انه يتحرك بعيني بسلاسه، يعني كيحسسوا بحال مشكرف. اعراض اخرين كاينين اللي جوج هادو اللي واضحين، عندك الانتفاخ ديال المفصل، انتفاخ فوالا انتفاخ ديال المفصل، وعندك هذا الالم اللي تكلمنا عليه بهذا الشيء بهذا الشكل هذا، هما اللي واضحين. هما الاعراض يعني مزيان سهلت علينا باش نميزوا يعني بسهوله، على الاقل ريتما تكون استشاره طبيه. تماما يعني الواحد منين غادي يشوف هذا الشيء وغادي يحس بهذا الشيء هذا، يعني غادي يعرف راسه بانه عنده التهاب في ديال المفاصل، عند من خاصو يتوجه، ولا بالدا خاصو يمشي بيان سور عند اخصائي. واخا وملي كنتكلموا على التهاب المفاصل كيف قلتي يعني ممكن يصيب يعني رجال ونساء، بالنسبه للفئه العمريه، لانه في عامه الناس حنا كنشوفوا وليدات صغار وكنسمعوا ماما ما تقدرش تطلع في الدروج، تنحس بركابية تيضروني او مفاصلي. فواش يعني الشباب او المراهقين ولا السن صغيره ممكن حتى هو يتعرض لهذا التهاب المفاصل، ولا حتى يوصل لواحد لسن معينه؟ لا الوغ كاين بعض الامراض عاوتاني اللي هي كيمكن تظهر عند الاطفال، فهمتي، ديال التهاب المفاصل. كاين عند بعض الامراض هي اللي كيمكن تظهر عند الناس اللي هما كبارين في السن،
فهمتي داكشي يعني بلاش قلنا تكلمنا على داك الساك، راه داك الساك فيه بزاف د الحوايج يعني حتى اطفال صغار معرضين انهم يشوا التهاب في المفاصل تماما فهمتي. كاين شي امراض اللي كنقولوا لا راه واحد حتى كيوصل لسن معينه عاد كيبدا يتصاب بهم. لا بحال دابا هنا فين كاين الخلط في الذهن ديال الناس هو مثلا ناخذوا مثال ديال هشاشه العظام. هشاشه العظام هذا ماشي مرض اللي كيخص المفاصل، مرض كيخص العظام، هذا ما غاديش يكون عندنا عند الاطفال داكوغ. عند واحد اللي عند الشاب او الشابه ها غاديش يكون عندهم هذا المرض هذا ديال هشاشه العظام، غادي يكون في واحد السن معين او لا الا كانوا اسباب اخرى يعني غادي يمكن نتكلموا عليها ان شاء الله. نديروا حلقه خاصه بالنسبه لالتهاب المفاصل مثلا. الاشخاص كيسمعونا اليوم حسوا نيت بهاد الاعراض بهاد الحريق، ميزوا على الاقل ربما واحد 80% عندهم التهاب المفاصل، غيمشيو يتوجهوا عند اخصائي يعني في المفاصل وفي العظام وفي العمود الفقري باش يشوفوا الحاله ديالهم. كيفاش يكون التشخيص الاولي وعاد يعني كيفاش تكون الامور؟ الوغ منين تيجي يعني الشخص السيدة ولا السيدة اللي تعاني من هذا الشيء هذا، بعدها قبل ما يكون فحص سريري كاين واحد العدد ديال الاسئله كنسولوا عليها فهمتي. بزاف د الحوايج منها حتى كما قلت لك نوعيه العمل، الا كان شي صدمه، الا كان شي حد في العائله، بزاف فوقاش هو في هذا الحريق مثلا، التغذيه حتى هي كيمكن لنا يعني نسولوا عليها لان كيف ما كتعرفوا كاين يعني الا مشينا تناولنا بكثره واحد النوع نتاع يعني بحال اللحوم الحمراء مثلا هذه كتكثر في التهاب في المفاصل بحال كتهيج بحال كتهيج فهمتي، والمشتقات ديال الحليب وداك الشيء. المهم واحد العدد المسائل تنسولوا عليها عاود من بعد تنطلبوا التفاصيل كيف ما قلت لك هاد الالم كيفاش داير هاد الالم، شحال كيطول هاد الالم، شحال فوقاش بدا، فوقاش بديتي تحس به اكسيتيرا، امتى بداك، واش بداك في فصل الشتاء ولا بداك في فصل الصيف، لان يعني واش دائم ولا مؤقت. هي تماما واش يلا عاد بدا، واش هذيك اكثر من 3 شهور باش بدا، الا فات 3 شهور يعني راه ولا مزمن فهمتي، ولكن الا بدا يلا عاد اسبوع ماشي مزمن يعني فهمتي. كيمكن مثلا يكون ميكروب تصادف به الواحد ويكون هو عطانا هذا الالتهاب ديال المفاصل. على اين عاد من بعد ملي كنلقطوا واحد العدد ديال المعطيات ديك الساعه تندوزوا الفحص السريري وتنحاولوا نقلبوا جوستومون على المفاصل اللي هما منفوخين فهمتي. وكل شيء مهم والعدد ديالهم حتى هو مهم، بحال واحد اللي عنده مفصل واحد ماشي بحال اللي عنده 5 ولا 12 ولا فهمتي كيفاش. بيان سور كاين اختلاف. منين نديروا هذه المساله هذه ديك الساعات ولا بدا باش نزيدوا نتاكدوا من المرض، لان كيف ما قلت لك واحد العدد ديال الامراض اللي هي كيمكن تعطينا التهاب في المفاصل، وهاد الامراض كتشابه ولكن الخاصيه ديالهم هو انه الدواء كيختلف فهمتي. ما كاينش دواء واحد اللي صالح لكل شيء، كل مرض عنده الدواء ديالو. دونك انا باش غادي نعرف اين مرض كاين ولا بدا باش نقدر نعطي العلاج المناسب فعلا فوالا، غادي خصني ندير تحاليل ديال الدم. كنطلبوا تحاليل ديال الدم، تحاليل ديال الدم وراديوات فوالا. دونك داك التحاليل كنطلبوا واحد العدد ديال التحاليل باش نزيدوا نبحثوا. حنا راه كنا واحد الفكره فهمتي، ولكن ما عندناش تاكيد باش كنزيدوا نتاكدوا في الحاله الامور. دوك التحاليل كنطلبوهم سي فغي يعني ماشي كل شيء عنده الامكانيات باش يديرهم، لان بعد النوبات كاينه تكلفه اييه فهمتي، وكاين اللي ما عندوش اي تغطيه صحيه عاوتاني دونك كي كتصعب عليه القضيه، ولكن في نفس الوقت حنا ما عندناش اختيار يعني الا ما درناهمش غادي يولي علاج عشوائي هادشي اللي كاين. بما انه مثلا التحاليل وهاد الراديو كيكونوا مكلفين مقارنه مثلا مع تحاليل اخرى، واش ملزم انه الشخص مثلا اللي عنده التهاب مفاصل يعني تشخص انه التهاب مفاصل وطلبتوا منه انه يدير تحاليل والراديو، غادي يعني يخليوه انه هذوك التحاليل يدوموا لي واحد عام عاد يقدر يدير عاوتاني مره اخرى ولا لا؟ شوف انا بالنسبه لينا باش نعرفوا بعد المرض
هذوك ما كاينلاش نبقاو نعاودوهم يعني كنظن ان مره واحده الواحد يعني على حسب يمكن الا حطينا الصحه ديالو وهذاك الحريق اللي غادي يخلي انه ما ينعش في الليل وانه يفيق في الصباح يعني مشنج وكاين الناس اللي هما خدامين يعني كتلقى صعوبه راه كاين حتى الجانب النفسي تيولي اثر كتولي بزاف د الامور فغتكون يعني الامور على الاقل واحد يقدر عليها مثلا تماما يعني وعاد حاجه اخرى يعني في هاد الامراض اللي تكلمنا عليها كاينين اللي غادي يمكن يهلكوا المفصل يعني ياكلو احنا غادي نتكلموا فعلا المضاعفات غادي مضاعفات ديال التهاب المفاصل فعلا يكون عوجاج بالنسبه للعلاج تيكون في الغالب بالادويه ولا مثلا حقن كيتعطاو في المفاصل ولا على حسب الحاله لا على حسب الحالات بطبيعه الحال الوغ العلاج كيختلف كما قلت لك على حسب المرض كاين يعني كنعطيو داك الادويه من غير حاجه اللي هي مهمه لسناء وخاصهم يعرفوها الناس منين تنعطيو العلاج ما عندناش تاكيد انه غادي تكون عندنا يعني تجاوب مع هذاك العلاج في حد ذاته ما كيمكننا شي نعلمو ما يمكننا شي نعرفو واش هذاك الدواء اللي غادي نعطيو في ديك الساعات واش غادي يعطينا نتيجه ولا لا هذه من جهه اخرى في الغالب هذاك الدواء ديال العلاج ماشي مسكين لان كاين اختلاف ما بين العلاج الحقيقي ديال التهاب المفاصل وما بين المسكن المسكن اللي غينقصنا العرض ديال داك الحريق تماما اللي كنلتجؤوا ليه بطبيعه الحال مضاد للالتهاب مضاد للالم هادو كلهم بياسور كنستعملوهم مغيرو كان داك العلاج الحقيقي في الغالب ما تيعطيناش نتيجه دغيا بسرعه ياخذ وقت خاصو واحد شهر ونص ولا شهرين يلاه كيبدا يبان المفعول دونك هادشي راه تنفسروه للمريض مزيان نقطه مهمه جدا لانه كاين الواحد اللي غادي يقنط في السيمانه الاولى ويقدر يغير الطبيب او اللي يقنط يقول لك ندير مناقص على اساس انه راه ما كاينش تجاوب فمزيان نشيروا لهذه النقطه وان الواحد يصبر كياخذ هذا العلاج كياخذ شهر شهر ونص تقريبا باش كيبدا الجسم يتجاوب مع هذا العلاج يعني بالادويه وهي فاشتي نقول لك هذا التخصص هذا بالذات ديال العظام والمفاصل في العلاج ديالو في الغالب تيطلب ياخذ الوقت يعني الا جينا نشوفوا بحال مثلا زراعه الشعر ولا مثلا ولا كاين شي حويجات اللي كياخذوا شويه ديال الوقت ولكن كتكون واحد النتيجه الحمد لله اللي هي مرضيه على الاقل الشخص يعني كيكون مرتاح مازال غادي نتكلموا على المضاعفات غادي نمشيو مباشره لاستقبال المكالمات الهاتفيه دائما على 05 22 88 00 60 61 62 معنا اول مكالمه خديجة من خنيفرة ألو خديجة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لاباس الله يبارك فيك مرحبا لالا نشكركم بزاف على هذا النهار الكبير هذا فاش شد ليا الخط معكم بارك الله فيك مرحبا لالا نشكركم بزاف استفدنا منكم بزاف الحمد لله نشكر الدكتورة عافاك بغيت نسول كاينة بنتي عندها 21 عام تيتحيدوا تيتهرسوا ليها الظفار بسرعة بالزربة وتيطيح ليها الشعر وهي ما تتعرضش للشمس بزاف واش من يكون ناقص فيتامين دي عندها ولا واحد الحاجه شرط ليها الدكتوره قالت الحليب ما سمعتهاش مزيان المشتقات ديالو واش اللي عنده الهشاشه ولا ما يبداش يشرب الحليب والمشتقات ديالو لا غادي نجاوبك انا خديجه شكرا لك عافاكم بغيت سؤال اخر لان عندهم هما هذا الشيء عند جدها هشاشه العظام وعمانها عندهم هذا الشيء وراثي واش تكون حتى هي زعما مرحبا والدينا والدينا والديك لالا واخا خديجه حنا غادي نجاوبك الله يعاونكم اما امين تفضل دكتوره بالنسبه لا جوستومون بالنسبه للبنت نتاع السيده خديجه دونك اللي تيتهرسوا ليها الظفر بزاف وتيطيح ليها الشعر هادشي غير عادي لان نورمالمون الظفر خاصو يكون صحيح يعني وشد في راسو كاين بياسور عنده واحد الوقت معين اللي كيطوال فيه وخاصو يتقطع على عين هادشي فيزيولوجي ولكن ملي تيبداو تيتهرسوا والشعر تيطيح بلا قياس كاين مشكل كاين مشكل الو هنا غادي خص تحاليل غادي خصهم يداروا تحليله ديال الكالسيوم تحليله نتاع لا فيتامين دي بطبيعه الحال تحليله ديال الخزان ديال الحديد حيت هادو شي واحد فيهم الا كان ناقص غادي يمكن عطينا هاد صحيح فوالا يعني دير تحاليل الكالسيوم ديال الفيتامين دي وتحاليل ديال الخزان الحديد ديال الخزان الحديد فوالا هادي من جهه اخرى كنت تكلمنا على المشتقات ديال الحليب هي كتخص التهاب ديال المفاصل يعني الناس اللي هما كيعانيوا من هاد التهاب المفاصل
التغذيه ديالهم خاصها تغير، وبالخصوص خاصها تكون اكثر نباتيه، فهمتي؟ دونك تنصحوهم الخضار بالفواكه، الخضار الفواكه الحوت، ونتفاداو حاولوا تفاداو المشتقات ديال الحليب واللحوم الحمراء. فوالا هذه نصيحه تنعطيوها باش تنعاونوا داك داك الدواء اللي تنعطيو داك العلاج العلاج واخا باش يكون واحد التجاوب في الوقت ديالو. تماما. معنا وفاء من تيزنيت. الو 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 وفاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا سنا اختي صباح الخير. الحمد لله الله يبارك فيك. بخير. بارك الله فيك. مرحبا وفاء. بارك الله فيكم. سنه سعيده على الجميع. علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. دكتورة تاهية سنة سعيدة عليها. الله يبارك فيك لالا. كل ما الله يبارك فيك لالا. الحمد لله حبيبتي بارك الله. عبدية دكتورة الله يجازيك بخير ويحن عليك. عندي واحد جوج أسئلة، واحد تتعلق بيا وواحد متعلق بنيتي عندها 16 عام. تفضلي. نبداو بتاع بنيتي. بنيتي اللي عندها 16 عام غير كدير شي مجهود بحال شي مجهود عضلي هكا في الدار ولا شي حاجة، ولا غير الكتبة. الكتبة إلا كانت عندها 80 كتاب كتعود عليا ليها واحد الكتب. الكتف كيعيا ليها. كيعيا ليها الكتف وكيما قلت لك شي مجهود في الدار كيف بحال دابا اكيد تيضرها ظهرها، ولكن ماشي غير واحد الوقت معين ومن بعد تيفوتها الحال. هذا الكتف الا سمحتي لا وفاء، هذا الكتف اللي كتقولي غادي يكون ليمن وقيلة اللي كتكتب يعني منيا الكتف ليمن هو اللي كيضرها. هو اللي كيضرها هي دكتور بحال نقول دابا شقات غسلات الماعين ولا عندها الامتحانات كثار ولا الكتبه كثيره، هذاك الكتف اللي كيضرها هو بالنسبه للظهر حتى هو الا شقات ولا شي حاجه كيضرها هذاك ظهرها. واش عنده علاقه بشي هذا التهاب المفاصل ولا لا؟ والسؤال اللي متعلق بيا انا الله يعطيك الصحه، انا في عمري 39 سنه. قولي شي دوزون هذه ولا تخوازون كنعاني من واحد الركبه. ولكن اشنو كتجيني غير في البنت. ومني كنعود نطلع مع الدروج ولا شي حاجه كنعود نسمع بحال داك كر بحال شي حاجه ماشي صداع. اييه ودابا المشكله اللي عندي الاخرى انه عندي الالم في واحد الركبه انتقل ليا داك الصوت اللي كيكون في ديك الركبه انتقل للركبه الاخرى. الو الا سمحتي لا وفاء، شحال عندك في الوزن وشحال عندك في الطول؟ عندي في الوزن 70. اييه وفي الطول 1.62 متر. صافي واخا واخا صافي سمعينا وانا نجاوبوا على التساؤلات ديالك. واخا نبداو بالتساؤل الاول. الو جوستمون ديال بنيتها اللي عندها 16 عام، الو ملي تدير شي مجهود تيضرها الحال في الكتف ديالها اولا في الظهر، الو هاد القضيه نتاع المجهود كنظن ما عندها علاقه مع التهاب ديال المفاصل، لان كيف ما قلت لك هو التهاب تيكون بالخصوص ملي كيكون الواحد مرتاح ملي ما كيكونش كيدير مجهود. فوالا الو هذاك الالم نتاع الظهر بعدا غادي يمكن يكون عنده سبب مثلا ديال الاعوجاج ديال العمود الفقري. الو راه كتعرفي لا سناء واحد العدد ديال الشبان عندهم هذا المشكل، فهمتي؟ لان ما تيجلسوش مش جلسه ماشي دا ولا الشكاره ثقيله ولا تماما ولا تيهزوهم غير على كتف واحد ماشي على الكتف بجوج، وهذا الشيء كيمكن جوستومون يخلق عوجاج في العمود الفقري، وداك العوجاج الا مشيت انا تطولت الوقيف به او الا درت واحد المجهود غادي يفيق عليا الالم. فهذا خاصو تشخيص بطبيعه الحال، يعني اخصائي غادي تمشي غادي يقلبها غادي يدير ليها الراديو ويشوف كان العوجاج محدها باقا صغيره باش يتقوم هذاك العوجاج راه غادي يمكن يتقاد داك الشيء. بالنسبه للكتف تيبقى خاصة جوستومون واش الكتف بحد ذاته اللي هو فيه المشكل او لا بين الكتف، حيت هنا كاين اختلاف خاص ضروري استشاره طبيه باش يتحدد. تمام. بالنسبه لهذاك الالم ديال الركبه هذاك اش كيتسمعني بحال كيحس بحال الركبه يعني كتحكم مع بعضياتهم داك العظم. تماما. الوغ شنو اللي كاين؟ هذا هو تاكل ديال الغضروف اللي تكلمنا عليه. هذاك هو هذا، يعني علاش انا سولتها على الوزن ديالها والطول؟ هنا عندها فايت القياس. ملي تيكون ثقل يعني الواحد ملي تيكون فايت القياس بالنسبه للوزن ديالو غادي يتقل على ركابيه، منين غادي يتقل على ركابيه غادي يوليو داك العظام اللي هما تيكونوا المفصل ديال الركبه مقاربين بزاف، منين تيتقاربوا بزاف كيمكن يتحكوا، منين تيتحكوا كيعطيو داك الصوت كيعطيو داك الصداع ويعطيو الالم حتى هو. دونك هي النصيحه اللي يمكن لينا نعطيوها بحكم انها مازال صغيره 39 عام راه باقا صغيره، خاصها تطيح الوزن، خاصها تطيح الوزن باش ترتاح من هذه المساله هذه ويخففوا داك الالم. فوالا تماما. واخا معنا نزهه من اكادير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نزهه
وي اختي سناء كي دايره؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك انت. انا سعيده عليكم. علينا وعليكم. الله يدخلها بالصحه والسلامه عليكم يا ربي. امين. كنشكر الدكتوره. الله يبارك فيك. مرحبا. انا سعيده عليها. الله يبارك فيك. بالصحه والسلامه. اللهم امين. بغيت نقول لاختي سناء الدكتوره، تفضلي. هذه تقريبا شي 3 شهور، قولي من شهر 8 صيف، كضرني رجل اليسريه، كانت كضرني ايدي اليسريه، ودابا ولات كضرني رجلي اليسريه. كيعطيوني صداع، كانوا في الاول كتعطيني ايدي صداع بزاف، لا هي ولا رجلي. ومن بعد استعملت فيهم غير شي دهنه، ما بغيتش نقول السميه ديالها، اللي كندهن بها غير من الفوق، كيقولوا ديال المساج. وشويه وترخات عليا، ما بقاتش كيما كانت. وشويه بشويه بشويه حتى ولات ايدي حتى هي كتفوتني شويه بشويه، ولكن دابا ايدي تقريبا تخف بحال الا فاتني، ولكن رجلي باقي كنحس بديك ذاك الالم بحال هكا، الا غير جلست بها بزاف وطولت بها جلست بحال هكا في الزيرو اللي كنتنيها هكا عند الركبه ولا شي حاجه كنحس بذاك الالم، ولكن الا كنت ناعسه ولا هذا ما كتعطيني لا حريق لا والو. لا وواحد الحاجه دكتوره، الكتف ديالي اليمني كيضرني مره مره. انا تنصبر راسي كنقول واقيلا غير من الجلسه تاع الزيرو، ولكن الله اعلم. داكوغ. انا غير نعاود نسولك النزهه بالنسبه لليد، ملي كتقولي لي ليد، واش من الكتف حتى للصبعان اولا من البواني للصبعان؟ لا غير المرفق. الصبع ما كيضرونيش، غير المرفق. بحال هكا الا كنت خدامه بها بزاف هذاك، مره مره كندير لها بحال كنفرحها باش تفوتني. واخا. الو وبالنسبه للرجل ملي كتقولي لي الركبه هي اللي كضرك ماشي؟ غير الركبه. من من القصعه ديال الظهر لتحت؟ لا غير الركبه بوحدها. داكوغ. واخا. الركبه بوحدها، وإلا تمشيت بها لا بلاص بروبليم، يعني إلا تمشيت بها وقلت لها بصال الصلاة وداك الشيء ما كنحسش بها كاع. ولكن إلا طولتي الوقيف كضرك؟ إلا طولت الوقيف بحال هكا وطلع السوكان. كنحس بها ذاك الحريق كاين، ذاك الألم. داكوغ. وهذا الكتف هذا اليمن، واش فايته هزيتي به شي حاجة، درتي به شي مجهود صعيب شويه، ولا هزيتي بها شي حاجه ثقيله؟ ما عقلتيش؟ ما عقلتش. هذا الكتف لي من غير مؤخرا، زعما من شهر 8 ما قديمش. رجل من شهر 8 من الكتف غير مؤخرا. داكوغ. الو من غير الوزن والطول ديالك الا سمحتي؟ الطول ديالي متر 57، الوزن ديالي كيدور ما بين 150 59، ما كيفوتش 60. ايوا تبارك الله عليك، دونك ضعيفه. واخ واخا لاله، دابا نجاوبك ان شاء الله. سمعنا وتحياتنا لك. المشكله لاله، مرحبا. يلا شكرا لك. تفضل دكتوره. الو بالنسبه للمرفق ديالها، دونك اللي كيلمها المرفق هو ما تيجيش ويلمك هكاك بلا سبب. في الغالب تنكونوا درنا واحد المجهود، هزينا به شي حاجه ثقيله ولا وطولنا في هذيك الهزه. على قبال في المرفق كاينين شي عصبات دي طوندون اللي هما رقاق، هذوك هما اللي يعني ما صحاحينش بزاف والقدرات ديالهم ضعيفه، دونك الا ثقلت بهم غادي نفيق سميتو الالم، ولكن هذه يعني ما دخلش في هذا الالتهاب ديال المفاصل اللي تنتكلموا عليه، وما كاينش تخوف. يعني الا خلات المرفق ديالها خلاته يعني عادي، ما تهزات به حتى شي حاجه، خلاته يرتاح، راه غادي يفوتها الحال، يا با بروبليم. الو بالنسبه للركبه ديالها، الو اللي كتحس بها يمكن يكون عندها بدايه ديال داك التاكل ديال الغدروف اللي تكلمنا عليه. اييه. وهذا جوستومون الخاصيه ديالو هو انه في اليامات ديال البرد كيفيق عليك الحريق. وهذا التاكل ديال الغدروف كيبغي بالحق، كيبغي الصيف، كيبغي الدفا، كيبغي السخونيه، وما كيبغيش اي البرد. داكشي علاش داك الحريق كيمكن يبان، فهمتي؟ دونك الواحد اللي هو عنده هذا المشكل هاد اليامات خاصو يلبس مزيان، ما يخليش ركبيه عريانين، فهمتي؟ وفي الليل وداكشي يدفى مزيان، حيت هما باغيين الدفا. فوالا. بالنسبه للكتف، بون يلا عاد مؤخرا باش كتحس به الكتف، كيمكن يكون مشكل في العصبات اللي شادين في الكتف. الو الكتف فيه 5 ديال العصبات، كل وحده لاش كتصلح، وهذوك العصبات هما اللي تيجعلوا الكتف يتحرك كيف ما بغينا. الو كيمكن عاوتاني نهزو شي حاجه اولا نديرو شي حركه ماشي هي هذيك، كيمكن جوستمون نجبدو ديك العصبه اكثر من القياس، كيمكن تفيق علينا الحريق. ولكن هادشي نقولوا بالنسبه ليها ما دخل شي في هاد التهاب المفاصل. واخا. ناخذ اخر مكالمه سناء من مراكش. الو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سناء، مرحبا. هذا نهار كبير هذا اللي تواصلت معكم. الحمد لله، مرحبا لنا. سعيدة عليكم كاملين والله يحفظكم لينا. يا ربي امين، بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. صباح الخير دكتورة. صباح الخير لا سناء. الله يخليك لنا دكتورة ويجعلها في ميزان الحسنات ديالكم. اللهم امين، اللهم امين. الله يخليك. انايا عندي 45 سنة. هذيك السنين ملي كنت حاملة كان جاني التنمال في دية. ومن بعد بديت كنحس بدي دولوغ ميكانيك، يعني كنحس بالالم في دوك العظيمات اون باراليل في المرافق ديالي في الوراق ديالي. بالم اخرين في تاع الكف ديالي في العظيمات تاع الكف ديالي. ودابا بغيت نعرف كيفاش ندير فين توجه باش ناخذ ان بون دياغنوستيك. الو الا سمحتي نعاود نسولك، بالنسبه لذاك التنمل اللي كنتي كتحسي به منين كنتي حامله، واش بقى لك من بعد الولاده ولا مشى في حالاته؟ لا ما مشاش، هذه دابا 3 سنين باش انا باقي كنحس به. دابا انا باقي كنحس به. داكوغ واخا. الو اليدين بجوج ولا من غير يد وحده؟ اليد اليسرى بزاف. اليد اليسرى اكثر من اليمنيه. واخا هادي من جهه. وبالنسبه لهاد الالم اللي كتحسي به في المفصلات، واش كتحسي به في الليل ولا كتحسي به في النهار؟ كنحس به في الليل وفي النهار. بحال دابا دابا تنهز على باريت التليفون وكنهضر كنحس بالتنمل في يديا، وفي الليل مره تيفيقني في الليل هذاك التنمل ملي كنضرب مرفقه كنحس بيديا منملة عليا. داكوغ واخا. الو ما كتحسيش بالالم في العنق ديالك؟ لا العنق لا نهائيا. واخا نهائيا. داكوغ واخا غادي نجاوبك. واخا سناء اسمعينا. شكرا لك بزاف، مرحبا. بارك الله فيكم. شكرا. اين مشكله لا. الوغ هذا المشكل هذا هو اكيد كيبان عند السيدات اللي اثناء فتره الحمل ديال هاد التنمل اللي تيكون في اليدين، هو ذا تنعيطوا له لو سيندروم دو كانال كاربيان. في الغالب هو من بعد الولاده تيمشي في حالته. هذا شنو هو المشكل ديالو؟ كاينه واحد العصبه عاوتاني كتكون دايزه في الوسط ديال اليد، وهذاك المسلك اللي كتكون هي دايزه وسط منه كيمكن مع الحماله كيمكن يوقع انتفاخ تما كاينه، وكيولي داك كتولي داك العصبه ديرونجي، يعني فهمتيني، مزيره بهذاك الالتهاب ولا داك النفاخ اللي كاين في داك المسلك، وكيعطينا التنمل. وفي الغالب تيمشي من بعد الولاده، ولكن هي بقى عندها. الوغ هنا غادي خاص جوستمون تشخيص. كيفاش هاد اللي غادي خاص يعني يدار باش نعرفوا نيت واش كاين هاد الشيء هذا ولا ما كاينش؟ هو واحد سميتو واحد المساله تنديروها اللي هي سميتها ليليكتروميوغرام. ليليكتروميوغرام يعني هذا واحد لاباري تنستعملوه على اساس باش كنعرفوا العصبات واش كيشتغلوا مزيان ولا لا. الوغ هادو اللي تيديروا هاد المسائل هما الاختصاصيين في الجهاز العصبي، هما اللي تيكون عندهم هاد لاباري، وهما اللي تيمكن افيكتيمون يشخصوا المرض. فوالا ملي كتعرف اش يعني هو السبب، مثلا نوجهها مثلا الاختصاصي ديال اش مثلا ديال الجهاز العصبي. ديال الجهاز العصبي يمكن تمشي عند اختصاصي ديال المفاصل. ولكن عارف بانه بالنسبه لهاد القضيه هذه اللي خاصها الدار خاص في الجهاز العصبي. بالنسبه للمضاعفات ديال التهاب المفاصل بالنسبه للاشخاص اللي للاسف كاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بهذا الحريق كيف ما ذكرتي دكتوره في بدايه الحلقه، ولكن تعيشوا مع ذاك الحريق ومع الالم. المضاعفات اللي ممكن انهم يعيشوها من بعد اذا ما كانش العلاج في الوقت ديالو. وي الوغ المشكل اللي كاين هي سي فغي، وشفنا حالات يعني حالات كثيره ديال الناس اللي ما كيعرفوش عند من يتوجهوا، وكيمشيو عند واحد العدد ديال التخصصات اللي هما ما كيعرفوش يعني يشخصوا هذا المرض. هذا المشكل اللي كاين مثلا بالنسبه لالتهاب المفاصل الروماتويدي، هذاك تنخافوا منه شويه. علاش؟ لانه داك الالتهاب ديال المفاصل وبالخصوص ديال اليدين واللي كيتكرر وكيطول مع المده كيمكن يعطي اعوجاج، يعني غادي يمكن يعطي واحد اعاقه فهمتي كاريمون. ومني كيوصل الواحد لهذيك المرحله ديال الاعاقه صعيب باش تعالجو، يعني كتولي الجراحه هي اللي غادي يمكن وتحل المشكل وشيئا ما، يعني ما تتحل شيء 100%. دونك علاش حنا ما خصناش نوصلوا لهاد الاعاقه هذه؟ من الاحسن لان الى تشخص المرض في واحد الوقت مبكر
راه كنكونوا حلينا المشكل بالنسبه لهذاك الناس. اخر سؤال دكتوره واخا مابقاش لنا الوقت، بالنسبه للرياضه، واش الناس اللي عندهم التهاب المفاصل مسموح لهم انهم يديروا الرياضه عادي ولو يعني المشي يتمشاو؟ جوستمون على حسب الوقيته اللي هما فهمتي كيفاش نقول لك ما مزيرينش مسترحين يعني في تماما داك الحريق تماما، لان هذا الالتهاب ديال المفاصل هو هي الخاصيه ديالو شنو هي؟ بعد النوبه تيفيق، ومنين تيفيق تيكون عندنا واحد العدد ديال الالتهابات، وبعد النوبات تيبرد وبالخصوص الا كان جوستمون تجاوب مزيان مع الدواء. فهذيك الفتره ملي كيكون المرض ناعس نقولوا والواحد تيحس براسو مزيان غادي يتفق اكزاكتوم، ولكن خاص يتفق مع الطبيب ديالو تماما. ولكن منين تيكون فايق اصلا راه ما يمكن له يدير حتى حاجه، يمكن له يتحرك مزيان واخا. شكرا لك بزاف دكتوره حسنة عزمي، اخصائيه في امراض العظام المفاصل والعمود الفقري، على كل هذه النصائح والمعلومات الطبيه اللي نورتينا بها اليوم وكل المستمعين من خلال يعني موضوعنا الطبي اللي تكلمنا عليه حول التهاب المفاصل. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع لبرنامج الملتي. لكم تحيه وفاء فائز، رفقتنا اليوم في الاخراج صابر فوندا ولمياء البكري، في البرمجه الموسيقيه سميحه شوبي، في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.